السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار: المالكي والعامري والخنجر بانتظار مناصب رفيعة في حكومة السودان. أفاد مصدر سياسي الجمعة بأن تفاهمات سياسية أولية على تسمية 3 نواب لرئيس الجمهورية، فضلا عن وجود اتفاق بخصوص توزيع الحقائب الوزارية. وقال المصدر إن تفاهمات سياسية متقدمة بشأن نواب رئيس الجمهورية، حيث تشير المعلومات إلى أنه تم الاتفاق على تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر. ولفت المصدر إلى أن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني ستستأنف من 25 وزيراً، وسيقدم السوداني تشكيلته الوزارية في موعد أقصى نهاية الشهر الحالي. وأكد المصدر أن المكون الشيعي سيحصل على 13 وزارة، والكرد سيحصلون على 6، والمكون السني 6 وزارات كذلك، مبينا أن كل مكون سيقدم 3 مرشحين للوزارة الواحدة، والسوداني سيختار مرشحا واحدا منهم.